مشاهدينا في مصر والوطن العربي صباح الخير، ندعوكم لشرب القهوة معنا وتناول مواضيع بالقراءة سواء من خلال عناوين الصحافة الصباحية أو من خلال أبرز الملفات والأخبار بحسب صدورها في الساحة المحلية وكمان على المستوى العربي والدولي. في الشأن العربي، امرأة من تل أبيب يبدو أنها كانت تعمل بالجيش الإسرائيلي تعلن انضمامها للبشميرجة الكردية لتحارب داعش. هذا ولم يبدو أن هذا الخبر أقلق إسرائيل بأي حال، التي اتخذت في وقت سابق إجراءات صارمة بالفتكر ضد أعضاء من الأقلية العربية الذين حاولوا فقط كانوا ضد بشار الأسد، بل اكتفى راديو إسرائيل بإعلان الخبر هكذا بكل هدوء انسيابية وكأن شيئا لم يكن ناقلا قولها: إنهم أشقاء والشعب طيب ويحبون الحياة كثيرا مثلنا. نتوقف لبحث دلالات هذا الخبر والقراءة فيه واستكشاف عمق العلاقات التي يبدو أنها كانت قديمة بين إسرائيل والأكراد، وهل نحن أمام السيناريو كذلك الذي قسم السودان برعاية إسرائيلية أيضا. في الشأن الدولي هذا الصباح، إدوارد سنودن الذي نعتته الولايات المتحدة بكل الأسماء، منها المارق والخائن الذي سرب أسرار وكالة الأمن القومي الأمريكية وفضح المراقبة الواسعة وعمليات التجسس التي انتهجتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية والتي طالت حكومات ورؤساء، ما استوجب اعتذار أوباما وإحراجه في كثير من المرات مع مسؤولين أوروبيين منهم أنجيلا ميركل. إدوارد سنودن الشخص الغامض الذي تتقاطع دوافعه الغير معلومة لغير الآن مع عراب وثائق ويكيليكس جوليان أسانج، سيكون بطلا هذه المرة ليس للأحداث، سيكون بطلا لفيلم المخرج الأمريكي الكبير أوليفر ستون. فمن هو أو ما هي حقيقة إدوارد سنودن؟ وفي مساحة حرة لهذا الصباح، قطر الدولة المارقة والتي تبدو أنها ضربت بعرض الحائط كل مطالب شركائها في مجلس التعاون الخليجي اللي بتربطها بها علاقات اللي تعتبر علاقات أم، اللهم سوى قليل من المكياج هنا وهناك الدبلوماسي الخائب والذي لم ينطلي ولن ينطلي على أحد. تواجه تصعيدا جديدا وفيتو من دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسه المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي بحسب مصادر صحفية عربية متعددة سوف تتعامل مع الأزمة وتنتقل إلى البلان بي لتصبح القمة في الرياض بدلا من الدوحة. قطر، الإرهاب إلى أين؟ برحب حضراتكم معنا في هذا اللقاء في انتظار ضيفنا الكريم اللي هيشرفنا في الفقرة الثانية من هذه الساعة الإخبارية إلى أبرز العناوين. نبدأ من الجمهورية، أخبار لافتة، نشاطات كبرى للسيد الرئيس في شتى المجالات. يعني احنا امبارح كلمنا على الشق الاقتصادي والوفد الأمريكي، اليوم الرئيس أو بالأمس الرئيس يعرب عن دعمه الكامل للشباب المبدع. نقرأ من الجمهورية: شركة برأس مال 10 مليارات جنيه لتوفير فرص العمل وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميم البعد الإلكتروني لتحقيق الشفافية. إذن عند هذا الخبر نتوقف، ومعنا على الهاتف ضيفنا الكريم أستاذ سليمان الحكيم الكاتب الصحفي بجريدة الأخبار. صباح الخير. أهلا، صباح الخير. المصر اليوم، المصر اليوم، المصر اليوم. عذرا. صباح الخير. يعني كان نفسنا تبقى معنا بودنا تشرب القهوه، لكن يعني يبدو ان سيكون ذلك من منازلكم. ايه راي حضرتك في يعني اهتمام السيد الرئيس اولا بالشباب؟ كان هذا تصريحا لافتا في اكثر من مجال وفي اكثر من مناسبه، لكن الرئيس اجتمع بشباب المبدعين ويعني ارسل مجموعه من الرسائل، كيف رايت هذه الرسائل؟ والله شوفي، نتكلم بصراحة لأنه هي الصراحة هي الطريق الوحيد إلى الصح إلى الحقيقة. يعني ينطبق على ما يقوم به السيسي أو موقف السيسي من الشباب المثل القائل: تحلف لي أصدقك أشوف أمورك أستعجل. هو يتحدث كثيرا عن الشباب، يلتقي كثيرا بالشباب، يستمع كثيرا بالشباب، يصرح كثيرا عن الشباب، ولكن إذا أتينا إلى الواقع لا نرى انعكاسا لهذه الأقوال ولا الأفعال ولا الأعمال.
يعني بينما يتحدث السيسي عن الشباب، نجد الذي يتصدر المشهد في دولة السيسي هم العواجيز. خدي عندك عمرو موسى، خدي عندك الجنزوري، خدي عندك فايزة أبو النجا، خدي عندك كل هؤلاء. يعني لما بيجي عين بعين هؤلاء، لما بيجي يسند مهمة من المهمات يسندها إلى مثل هؤلاء، لا يعتمد كثيرا على الشباب كما يقول وكما يبدو. اكتفى فقط بالاجتماع بالتصريح بمثل هذه الأعمال. يعني نحن في بداية يعني مرحلة جديدة ونفتح صفحة جديدة، هناك استحقاقات دستورية، هناك إنجازات على المستوى الاقتصادي على المستوى السياسي. هو اجتمع بالأمس بمجموعة من الشباب، يعني لم يكن هذا اجتماع أو تصريحات فقط، كان لمجموعة من الشباب تحدث معهم عن مواضيع محددة وأذكر حضرتك منها. طبعا أنه تحدث عن فكرة المشروعات التي الصغيرة التي ممكن يتبناها هؤلاء الشباب في ميدان البرمجة الإلكترونية، مدى الانتفاع بها في قطاعات بعينها في الدولة مثل تحديث أجهزة شبكات إلكترونية خاصة بالضرائب المصالح الداخلية، مشروعات كبرى. يعني إحنا أمام واقع ولسنا أمام مجرد هكذا تصريحات. نعم كل هذا جميل، لكن هل تعتقدي، أنا عايز أسألك وأسأل أي حد من السادة المشاهدين أو المستمعين، عن الفرق بين ما يعد به السيسي من مشروعات للشباب وما كان يعد به مبارك في مثل هذا؟ يعني أنا عايز أقول لك أنه تختلف إيه هذه المشروعات عن الصندوق الاجتماعي مثلا، أو عن قروض الميسرة للشباب، أو عن المشروعات الصغيرة؟ تختلف كثيرا سيدي، تختلف باعتبار أن ستترجم هذه التوجيهات إلى آليات محددة وبالتالي إلى تشريعات. نعم، كان الصندوق الاجتماعي وكانت كل والمشروعات الصغيرة وكل والأسرة المنتجة وإلى آخر إلى آخر إلى آخر كلها كانت مشروعات. طيب، أيضا علينا أن نثق بالمستقبل يعني، ونكون ربما أكثر تفاؤلا والأيام بيننا. عايز أقول طبعا ما حدث مش متفائل أكثر مني الحقيقة. أنا لا أتحدث عن تفاؤل أو تشاؤم، ولكني أتحدث عن واقع، لابد أن يعالج بطريقة صحيحة. لا شك هو بناء فعلا، يعني ملحوظة حضرتك بناءة، باعتبار أنه يجب وجود آليات لتفعيل بالضبط هذه الرؤى في واقع ملموس آني. وصلت الرسالة إلى ومختلف عن خطواته السابقة. الدولة مش مجرد جمعية خيرية، ولا هي دولة تتعامل مع الشباب بمنطق الجمعيات الخيرية، ولا هي دولة تصريحات أيضا، عليهم أن يثبتوا بالزبط يعني بالزبط في الفعالية. وأعتقد أن الشهور القليلة المقبلة ستكون هي التي ستجيب لحضرتك على هذه التساؤلات طبعا اللي احنا نحترمها كثيرا. إلى الجمهورية إذا سمحت لي، وموضوع آخر. الرئيس يفتتح منتدى الأعمال المصري الإيطالي بحضور 300 شركة. يعني وجدنا يا أستاذ سليمان نشاط مكثف على المستوى الاقتصادي، ما بين الوفد الغير مسبوق الذي كان هنا بالقاهرة وتحدث عن إمكانيات استثمارية كبرى ما بين الولايات المتحدة ومصر. لدينا خطة لذهاب الرئيس أيضا وتفعيل علاقات هذه المرة اقتصادية مع 300 شركة في إيطاليا. ما رأيك في هذه الخطوة مبدئيا؟ نعم، هي خطوة مهمة بالتأكيد على طريق إصلاح المسار الاقتصادي، ما فيش شك في هذا، لكن يظل الأمر مرهونا بالتنفيذ بقوانين الاستثمار التي يعني يتحدثون كثيرا عن تعديلها، والمعوقات التي يجب أن تزال من هذا القانون، عن الإجراءات الروتينية التي يعني تساهم في طرد أو تخويف المستثمرين. يعني الدولة مش زي ما قلت، يعني لابد أن تتخذ إجراءات عملية، مش مجرد مؤتمرات واحتفالات، يعني مسائل احتفالية. لابد أن يعني هذه المظاهر الاحتفالية تخرج عن الاستثمار وندخل مباشرة في مسائل عملية. يعني قوانين التي يجب أن تعدل، العلاقات اللي بين الدول. احنا المنهج ايه اساسا احنا بننطلق، المنطلق ايه؟ هو اقتصاد يعتمد على الجهود الذاتيه، على
الامكانيات الذاتيه، على ترشيد الانفاق، على يعني المفروض شوفي قناه السويس مثلا، يعني مشروع قناه السويس الجديد، ما يقال انه قناه جديده من اموالنا بايد عمالنا زي ما قال صلاح شاهين في اغنيه عبد الحليم حافظ في بناء السد العالي، من اموالنا بايد عمالنا، يعني هكذا هذا هو المنطلق الاساسي. ليس ايطاليا ولا امريكا ولا ننتظر من احد طبعاً، ولكن ننتظر من انفسنا اولا ان نقيم البنيه الاساسيه التي يعني تكون مهيئة. لكن جذب الاستثمارات الأجنبية يعتبر لاعب رئيس في مثل هذه القضايا. نعم. يعني نعم. حضرتك بتتكلم نعم. على الثقة، كانت هناك ثقة، ثقة رأس المال الأمريكي، بالأمس رأينا بتصريحات الهيئة الاقتصادية الأمريكية الكبرى التي كانت تحوي شركات متعددة الجنسيات إلى غير ذلك، وطبعا حضرتك تعرف ماذا يعني ذلك على المستوى الاقتصادي. رأينا أن هناك الثقة موجودة، إذن هناك المقومات موجودة. نحن نتطلع إلى مستقبل، وفي إطار هذه النظرة المستقبلية أنا بقول لحضرتك يعني هناك توقيع بروتوكول سيكون مع مركز للتنمية الإنشاءات، وهو بروتوكول مهم لخبرة إيطالية مهمة تخص تفعيل التنمية في قناة السويس. نعم نعم. يبدو أن لدينا مشكلة في الصوت من المصدر. بأشكر ضيفي الكريم اللي كان معنا الأستاذ سليمان الحكيم الكاتب الصحفي بالأخبار، ونواصل قراءة في صحفنا هذا الصباح. المصري اليوم: إحباط مخطط تفجير سيارة مفخخة بالعريش دون إصابات. كذلك في سياق النشاطات الكبرى التي تقوم بها وزارة الداخلية، اللي طبعا بتتابع النتائج، ونتابع من هنا من هذا المنبر نتائج الحملة الأمنية التي تم فيها أيضا إنجاز آخر يعتبر بشرقية، ضبط خارجين عن القانون. نذهب إلى تقرير لنرى هذا المنجز في إطار المجهودات الكبرى التي تقوم بها أيضا وزارة الداخلية والأجهزة المعلوماتية المعينة في الكشف عن خلايا الإرهاب وإعطاء دروس لهذا الإرهاب ومنعه واكتثاثه من جذوره، كما سبق وأن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي. غرفة جاز، غرفة الجاز بيطلع الجاز من الأنبوبة البوتجاز ايه واصل هنا، وبعدين في بوجيه بتاع عربية، وهنا يدي شرز صعب، يدي شرز، يدي شرز هنا في البوجيه، الغاز هنا حضرتك ينفجر بيطلع 200-300 متر عشان نسيبك ودي.
اولا بوجه الشكر لكل فرد وكل ضابط موجود في الوزاره لحجم الجهد والعرق والمجهود اللي بيبذل من 30/6 لغايه النهارده. هذه إذن الجهود اليومية يعني جهاز الأمن وأجهزة وزارة الداخلية، حملات استباقية يومية كما رأينا، مداهمات، ورأينا أيضا كشف عن مخططات سواء كانت لخلايا نائمة أو لأماكن مزمع أن يكون بها سلاح، أو أيضا إلى الإرهابية أو عناصر الإرهاب الذين يحاولون أن يقوضوا الأمن هنا وهناك في محاولات فاشلة. تعقيبا على هذا السبق معنا على التليفون سيادة اللواء مجدي البسيوني الخبير الأمني. صباح الخير يا سيادة اللواء. صباح الخير بحضرتك وأستاذ المشاهدين. صباح الخير. صباح النور. إحنا أمام جهود كل يوم من وزارة الداخلية في حملات استباقية ناجحة لدحر الإرهاب، تعليق حضرتك على هذا المنجز؟ تعليقي يعني ده الموضوع باين جدا وواضح جدا، احباط زي حضرتك ما تفضلتي، العديد من المخططات، ضبط خلايا وخلايا ايه وخلايا، يعني اساتذه جامعه اللي ضبطوا الثلاثه دول الاخيرا في البيان اللي قاله استاذ وزير الداخليه، كليه العلوم وكليه الصيدله، طالب الهندسه، الخلية اللي اتضبطت في برج العرب، يعني في فيلا وفي منطقة نائية بعيدة، كل الكلام ده كله يبقى دليل على ايه؟ دليل على ان الناس لازم تطمئن تماما ان في شرطة قوية جدا. لا هنترك هنا بقى ونتجه الى سيناء ونشوف سيناء انصار بيت المقدس لما اذاعوا بيان ان هم بيبيعوا ابو بكر البغدادي. طب انتوا بتبيعوا داعش ليه النهارده؟ يبقى اذا في افلاس، يعني زي ما يكون بيقولوا الحقونا. انصار بيت المقدس. لا ده غير الارتباك في التصريحات حتى بهذا المسمى او تحت هذا المسمى بالزبط. يعني يعترفوا ثم ينفوا ثم يعترفوا مره اخرى يبدو وهذا بالضبط زي ما حضرتك تفضلتي، ثم ان بيانات متضاربه، المتضارب في بيان النهارده يصرح وينفي وهو الى اخره ويسترشد بحديث هو ضده اصلا ما هوش فاهم بيقول ايه. يعني لا والشخص المبايع ربما يكون في عداد الموتى بحسب بعض المصادر، وربما يكون بالظبط كده. وبعدين الداخليه او رصدوا اتصالات منهم بيستنجدوا بيطلبوا استغاثه، يبقى هنا ايه بقى معنى الكلام ده كله؟ معناها اولا ان سيناء الحمد لله في تقدم وفي سيطره عظيمة جدا ويوميا في تصفية وفي ضبط في منجزات. بالمناسبة سيادة اللواء، عندنا المتحدث العسكري كان قد صرح بضبط 23 إرهابيا على الأقل في ثلاثة محافظات، تدمير 5 أوكار للعناصر الإرهابية، يعني ده كل يوم بيتم القضاء على بقول لحضرتك بالظبط كده يوميا يوميا في إيجابيات منجزات. طب هنا ايه هو اللي بيحصل؟ وقيلت جملة عجباني جدا وده الواقع فعلا. اذا كنا بنعيش في بعض امور غير عادية زي عبوة هنا او عبوة على رصيف او تحت شجرة والاخره، الا ان مصر كلها بمحافظاتها بتشهد حياة عادية جدا في الشارع وفي الحدائق. لا وعندنا دلائل للاستقرار، عندنا حركه دبلوماسيه كبيره جدا، حركه اقتصاديه كده. يعني ثقه حتى للاجهزه، ليس فقط حتى للاجهزه الاقتصاديه العالميه، يعني زي البنك الدولي والصندوق النقد الدولي وفود من الولايات المتحده وفود من دول مختلفه. يبقى ننتهي من ده كله الى ايه؟ يبقى ننتهي الى ايه؟ ننتهي الى ان الشعب يثق تماما، دي نمره واحد، في ان عنده قوات مسلحه قويه جدا، في ان في شرطه قويه جدا، وان ان شاء الله في امن وفي امان وفي استقرار، دي نمره واحد. نمره اثنين، ان الشعب يعرف تماما
ان هذه الجهود وهذه النجاحات سواء كانت في قوات من في سيناء او هنا لا ولم تكن الا بجهود الشعب نفسه وبتبصره ولان المعلومات بتوجيه الشعب بتوجيه الشعب اللي هو النجم الاول في يعني في 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 وجود هذه الجمهوريه الثالثه. هو النجم لان هو صاحب المعلومه يا سيدتي. هو اللي بيوجه والفراسه هو اللي بيرشد هو اللي بيرشد واللي بيدافع برضه يا سياده اللواء اللي دافع يعني وجوده في حد ذاته هو الذي ساند هذه الدوله المصريه. اكيد طبعا. حاجه واحده بقى اخيره تسمحي لي بيها. اتفضل يا سياده. طيب نحن النهارده لابد ان نعي تماما ان نواجه حرب نفسيه واشاعات كاذبه. هنا بقى يجب ان الشعب ما يسمعش. حصل في اسكندريه يعني حتى من ضمن الشائعات الخايبه حصل في اسكندريه عثروا على بعض اوراق مختومه بختم وزاره الداخليه مزوره طبعا بيقول انك انت يا فلان عليك 500 جنيه عشان ما روحش انتخابات السيسي. ده كلام بقى لازم نستوعب. مفيش كل دي سياسه الاخوان النهارده دس هذه السموم وازلمهم. هم ليسوا الوحيدين، هناك ازلام اخرى هيتبين ويتكشف الكثير منهم. لكن دعني سياده اللواء اتوقف عند هذه النقطه في اخر هذا اللقاء، وهي فكره اننا النهارده الشعب لازم يعي بأن الحرب هي حرب نفسية وحرب أكاذيب وإشاعات، ليس هناك وجود إذن لا لداعش ولن يكون هناك وجود لداعش في مصر. لا، ما فيش وجود لداعش. بالضبط، هذه تصريحات وزارة الداخلية كمان. لو كان هناك في وجود لداعش مش ده هناك يعني ترعرعوا ليه؟ ترعرعوا لأن في تفكك سواء في ليبيا في العراق في سوريا في تفكك. مصر لا، يبقى إذا هنا في تماسك في سدود. لا، وإحنا نفهم أن طالما هناك تصاعد في الحرب النفسية والإشاعات معناها أن في المقابل هناك إخفاق وفشل وأن الدولة مسيطرة. وزير الداخلية يعني يؤمن الحدود ويؤمن البلاد وكل المحافظات بخير. وطبعا هذه رسالة من حضرتك وإحنا على أبواب الانتخابات البرلمانية، يبدو أن هذه الألاعيب ستكون كثيرة عشان الشعب بس ياخد باله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة اللواء مجدي البسيوني. أهلا بكم معنا مرة تانية وفنجان قهوة. نقرأ دائما في الملفات المحلية البارزة لهذا اليوم. نقرأ من المصري اليوم: عدم الدستورية يهدد تقسيم الدوائر قبل إصداره، الحكومة تبحث القانون ومخاوف على الطعن بالنسبة للدوائر الخاصة. طبعا لدينا أيضا نقرأ من الدستور في سياق متصل: رؤساء الأحزاب بيقولوا أن المؤتمر الاقتصادي حكم موعد الانتخابات البرلمانية وهو قبل منتصف شهر مارس. الاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها لن تنال النور إلا بعد موافقة البرلمان. إذن نحن أمام هنا قانون يخضع للنقاش الشعبي ويتم البت فيه اليوم، هو مقدم للحكومة. عندنا طبعا الأولويات كما يقول الخبر هي الحفاظ على مكتسبات طبعا المحافظات، هي أولوية من الأولويات على الساحة، وكذلك بالنسبة لتوزيع الكراسي بالنسبة لتمثيل المحافظات هو أيضا أحد الأولويات الأخرى. لكن في المقابل لدينا بعض التحفظات أيضا، يعني هناك من يرى كما يكتب المصري اليوم أن هناك ربما سيشوب عدم الدستورية أو احتمال أن يشوب عدم الدستورية تقسيم الدوائر قبل إصداره. نحن نعرف أن هذا الموضوع كان مثل نقاش أو أثار حالة جدلية كبرى في المجتمع، ولا سيما في الوسط الحزبي المصري الذي هو في الحقيقة منقسم على نفسه. لكن يبدو أننا الآن أمام أجندة زمنية محددة. الرئيس قال بوضوح أن يجب أن يكون لدينا برلمانا قبل أن يكون هناك المؤتمر الاقتصادي لاستحقاق الدستوري الثالث الأهم والأبرز والأخطر في مستقبل هذه الجمهورية. إذن سيكون هو على الأبواب، فعلى الأحزاب أن يستعدوا لذلك الاستعداد الكافي. والنهاردة طبعا كان هناك تصريحات لرئيس الوزراء
الوزراء في الحقيقة مبشرة جدا، وتقول بأنه طبعا يدعم كل أنواع التغييرات التي من شأنها أن تدفع بعجلة طبعا تحل النقاشات أو النقاط الخلافية ما بين الأحزاب فيما يخص تقسيم الدوائر. عندنا حلايب وشلاتين والنوبة سيكونون هم أيضا جزء من هذا الإصلاح التشريعي أو يبحثوا في إطار هذا القانون أو مشروع القانون. أما طبعا ربما يجب أن نقول أن سيبث في هذا الموضوع قريبا جدا، وسيكون لدينا إذن القانون الذي سيحكم الحياة البرلمانية، والتي طبعا قضية الفردي وقضية القائمة هما أيضا يعني كانوا موضع نزاع، لكن يبدو أن سيكون هناك مقاربات في الرؤى وسنخلص إلى الاستحقاق البرلماني. الكرة ستكون في ملعب الشعب هذه المرة، لأن يبدو أن البرلمان هو المؤسسة يعني في إطار الدولة، مؤسسة الدولة الأخطر بما في ذلك الاستحقاقات التي يمتلكها بمقتضى الدستور هذا البرلمان. منذ 1866 لم نرى برلمانا يتمتع بهذه الصلاحيات التي تنازع السلطة التنفيذية بهذا القدر. إذن يجب أن يكون الشعب هنا مرة أخرى هو اللاعب الرئيس في هذه القضية، لا سيما أن كان هناك كثير من محاولات التسلل هنا وهناك. تكلمنا في المسألة الأمنية أن هناك موجة من أو ترسانة من الأكاذيب والإشاعات هكذا يراد بثها من أجل خلق البلبلة وتعكير الأجواء وخلط الأوراق فيما يخص أو محاولة عرقلة هذا الاستحقاق. لكن إحنا كان عندنا حملة زي دي وأكثر منها لما كنا قبل ما ننتخب الرئيس، إذن نحن متعودين على ذلك. والشعب المصري يجب أن يفطن أن النهاردة أن هو سيد الموقف وهو النجم هذه الحفلة بالمعنى المجازي أو الأدبي، وأن الباقي خطوة، يعني كما يقولون مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة. نحن مشوار الألف ميل هنا سينتهي يعني بالنسبة للمسؤولية أمام الدولة سينتهي بميل واحد، وهو فكرة أن تحسن اختيار من سينوبون عن الشعب في مجلس الشعب، وبعد كده بقى هنكون أمام إن شاء الله خارطة اقتصادية تنموية اجتماعية سيجد في أو في تحت مظلتها الفقراء لهم مكان من الإعراب، وسنعمل كلنا واستعمل أجهزة الدولة كلها بالأجهزة الرقابية بطريقة يعني غير مسبوقة في مكافحة الفساد، في تفعيل ما يسمى بالعدالة الاجتماعية، مكافحة الفقر، تحديث هذا المجتمع، إلى جانب طبعا كل هذه الكروت التي ظهرت هنا وهناك والكروت الواعدة التي تدل على أننا لسنا في عنق الزجاجة اقتصاديا، لقد عبرنا عنق الزجاجة وأتى الآن وقت أن إن شاء الله أن يستفيد هذا الوطن بمنظومة اقتصادية طبعا مع حسن النوايا الذي وحسن النوايا وحسن الأداء الذي يجب أن يطلع به أيضا المسؤولون والأجهزة المعنية، من طي صفحة الماضي بفسادها اللي كان فيها إلى دولة حديثة حيث يكون القانون أيضا هو سيد الموقف. نقرأ أيضا في سياق متصل من الجمهورية، محافظ البنك المركزي يقول لا نحتاج للوديعة القطرية ولم تدخل الاحتياطي، مافيا الدولار تنتهي خلال سنة وإجراءات حاسمة قريبا. هنا أيضا منعطف إذن على فكرة اللي كنت يعني أتحدث فيها منذ لحظات، وهي أن أولا مصر مش محتاجة الودائع القطرية. قطر النهاردة في مشكلة عويصة، هذه المشكلة بعد أن قلت في المقدمة أنها كانت تمارس بعض المكياج هنا وهناك على مستوى التصريحات الدبلوماسية، ويعني تضرب وتلاقي زي ما بيقولوا، تقف مع مصر في جنيف بين أقواس وتشتم مصر ليلا ونهارا وتحاول أن تقود استقرارها ليلا ونهارا زي ما بنشوف في كل القنوات إياها اللي هي تابعة لقطر و أزلام قطر ومن هي قطر أزلمهم. إذن خلاص جاءت كما يقول المثل الغربي، جاءت لحظة الحقيقة. النهاردة قطر عندها مشكلة كبيرة مع مجلس التعاون الخليجي اللي هي ما التزمتش بكل التعهدات اللي اتطلبت منها واللي وافقت عليها. ناس ما يعرفوش، ما عندهمش ناس، ما عندهمش كلمة، ناس ما عندهمش موقف، ناس يعني
هم أقرب منهم إلى خيانة هذا الوطن العربي منهم إلى أي شيء آخر. الفيتو إذن في المملكة العربية السعودية سيكون بإعلان أن تكون طبعا الدوحة ربما هي سيكون الرياض هي بديل للدوحة، وهذا معناه أن هناك ما سينتظر قطر وتقدر تستنى. إلى قضية أخرى، المصري اليوم السيسي يطلب سرعة إعداد قانون الأحوال الشخصية للأقباط. طبعا قانون مهم جدا ومطلوب بشدة، هذه توجيهات السيد الرئيس طبعا، توجيهات سيادته إعداد مشروع القانون لتلبية إذن مطالب الأقباط المصريين. الجدير بالذكر أن هناك لجنة إصلاح تشريعي طبعا برعاية وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب كمان الذي قدمت نسخة من هذا المشروع. إذن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، و طلب إذن من الكنيسة المصرية ومجموعة الكنائس المصرية أن تتوافق وأن تقدم مطالبها الذي سيتم فورا يعني إقرارها، وبالتالي سيكون لدينا إن شاء الله قانون للأحوال الشخصية للأقباط سريعا. إلى موضوع آخر نقرأ من الجمهورية، مصر ليست مصلحة للمتطرفين والفوضويين، قندهار 2 لن تتم على أرض الكنانة. وفي التفاصيل، أثارت دعوة الجبهة السلفية لما يسمى بالثورة الإسلامية 28 في نوفمبر غضب الشارع المصري، واعتبرها الشعب المصري دعوة للعنف وقلب النظام الحكم، وأكد أنه سيدافع عن وطنه بكل قوة. مقال في مقال لافت في هذه المرة في الجمهورية، لافت لماذا؟ لأنه لا يأخذ عن المصادر هنا أو هناك، لكنه يأخذ المصدر الرئيسي هو المواطن. يعني المواطن يعلن في الجمهورية إذن في أعتقد الصفحة 5 تقريبا إنه سيكون هو الذي سيتصدى لمثل هكذا، ولن يسمح أن يكون هناك قندهار 2. عجلة الزمن لن ترجع إلى الخلف. الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام، صباح الخير. الكاتب الصحفي، صباح الخير. صباح الخير حضرتك. زي حضرتك يا أستاذ أشرف، والله يخليكي. دلوقتي أنا كنت بتكلم على فكرة عندنا، يعني كان هناك محاولة لخلق البلبلة، طبعا الجبهة السلفية هنا وهناك بتطلق سموم بتقول إن 28، يعني فكرة إن الإشاعات تطلق بقوة من منصات معينة من أجل خلق البلبلة عشان موضوع طبعا الانتخابات البرلمانية 28 نوفمبر. في اعتقاد حضرتك ماذا يمثل، أو ما هي يعني من هم وراء 28 نوفمبر؟ بكل تأكيد جماعة المتطرفة فيما تمثله الجبهة الإسلامية، جبهة السلفية تحديدا، تدعي أنها تسعى لإحداث انتفاضة الشباب المسلم. أعتقد أن هذا كلام وراء ترهات لا يمكن أن يلتفت إليها، لأن هناك بالفعل دولة الآن استطاعت أن تستعيد جزء من مقومات النجاح فيما يتعلق بالمسار الأمني في المقام الأول، بالإضافة لأن هناك رفض شعب وجماهيري كاسح لمثل هذه المهاترات من قبل هذه الجماعات الإرهابية والعصابات التكفيرية. أعتقد أن قوات وزارة الداخلية بالأمس كان لها بيان شديد القوة فيما يتعلق بأنها ستفعل القانون وستستخدمه في أسمى صوره فيما يتعلق بأي خروج على الشرعية التي اضطرها الشعب في 30/6. وبالتالي أرى أن هذه محاولات جس نبض من قبل بعض الجماعات الإرهابية. الجبهة السلفية تتصل بكثير من بعض عتاد الفكر المتطرف الذي يلعب دورا كبيرا ويتسق مع أفكار جماعة الإخوان وبعض الجماعات الإرهابية الموجودة حاليا في محاولة لخلط الأوراق في الشارع المصري، وفي محاولة للضغط على الدولة لتجزمها أو على الأقل شل قدراتها وحركتها في المرحلة الحالية والقادمة. أرى أن هذا الأمر أن يكون له محل من الإعراب، سيكون هناك مواجهة شعبية في المقام الأول بالضبط، وهو ده اللي لفتت إليه الجمهورية أنها سيكون هناك، يعني هي يعني كانت هذا كان ملمح جيد أن يتم استقاء المعلومات من الشعب ومن المواطن الذي هو هنا، ما يفعله هو أن يدافع عن بلاده وهو غاضب لمثل هكذا تصريحات. كل هذه الترهات وكل هذه الإشاعات التي تسعى الجبهة السلفية وكثير من بعض الأحزاب الدينية الفضيلة والاستقلال والمحسوبة على حزب النور وما إلى ذلك، هذه الأحزاب 11 حزب الذين يسعوا لاستعادة مكانة جماعة الإخوان أو على الأقل يكونوا هو البدائل لهذه الجماعة، كل هذا الأمر مرفوض تماما، لأن هناك بالفعل حاليا
تصويب او تركيز على ضروره التنحي او على الاقل خلع او على الاقل الغاء هذه الاحزاب التي قامت على اساس ديني. والدستور في صياغته الجديده في عام 2014 بعد ما صوت المصريين عليه يرفض تماما ان يكون هناك احزاب على اساس ديني، وبالتالي ارى ان الدوله في مرحله قادمه او في معركه قادمه مع هذه الاحزاب، اما ان تعدل مسارها، واعتقد ان هذا الامر سيكون مرفوض ويتعرض عليها مثل هذا الطرح. وبالتالي سارى انه سيكون امام القضاء المصري عبر مجموعه من الدعاوى من قبل بعض المحامين ورجال القانون في مصر في المرحله القادمه، والسياسيين ايضا لعزل هذه الاحزاب وتقسيمها والانتهاء منها، لان هذا فصل يجب ان ينتهي على وجه السرعه، لا يمكن باي حال من الاحوال ان نخلق جيوب او بدائل لجماعه الاخوان. كل هذه الاحزاب تصطف وخرجت من رحم وعباد جماعه الاخوان المسلمين، وبالتالي حالة الخديعة التي نسمعها من النور والفضيلة والبناء والتنمية، كل هذه الأحزاب التكفيرية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنطلي على الشعب المصري. هناك عملية فرز وفصل كامل حاليا وفي الأيام القادمة، والبرلمان القادم سيكون هو الامتحان والاختبار الحقيقي لفرز وايضا تهميش واقصاء والانتهاء من الانتهاء من هؤلاء. الى مسك الختام في القضايا المحليه، القوات المسلحه تحتفل بمرور 100 عام على الحرب العالميه الاولى، المشاركه المصريه مع الحلفاء انتصرت للقيم والمبادئ الانسانيه، هكذا تقول الجمهوريه. ايه راي حضرتك في هذه اللفته من القوات المسلحه؟ اعتقد ان هذا امر جيد وبادره ايجابيه للغايه، توجه جديد ان تحتفل القوات المسلحه بهؤلاء الشهداء الذين الحرب العالمية الأولى وما قدمته مصر من تضحيات أعداء شهداء قتل قصر. كان عندنا كم يعني عندنا من شاركوا في الحرب العالمية الأولى كانوا 1,200,000 مواطن، يعني ما بين 1914 1918، يعني عدد مهول يا أستاذ أشرف، عدد كبير في ذلك الوقت، كمان حدثينا في ذلك الوقت في بداية القرن الماضي. بالضبط، هذا أمر جدير بالالتفات من القوات المسلحه لانها تحفظ ذكرى ابنائها وابناء الشعب المصري. بالضبط، ونص مليون شهيد، نص مليون شهيد، هذا هو التعداد الذي تم تقديمه من ضحايا الحرب العالميه الاولى. يعني احنا بننسى المآسي، لكن يعني عدد ضخم. تضحيات مهوله قدمتها القوات المسلحه والشعب المصري في تلك الحرب، في الحرب العالميه الاولى وفي الحرب العالميه الثانيه، وبالتالي لدينا كثير من الحضور فيما يتعلق ب أزمات المجتمع الدولي، شاركنا بفعالية ليس فقط على المستوى الإقليمي أو العربي، لدينا حضور وأيضا وقع منا شهداء قصر، وأيضا القوات المسلحة لعبت دورا كبيرا في صيانة هذا الوطن منذ الحرب العالمية وقبل الحرب العالمية، وبالتالي أرى أن هناك حالة، لا أقول التقديس، لكن حالة من الإعجاب والانبهار بأداء القوات المسلحة ومشاركتها في قضايا إقليمية ودولية ووطنية، والمرحلة القادمة ستستدعي إحداث نوع من الالتفات الجماهيرية. وجدنا توجه جديد من قبل القوات المسلحة حتى حاليا فيما يتعلق بزيارة كبار القادة لبعض المدارس لبث نوع من التوعية والرؤية الصحيحة لدى نفوس الطلاب والتلاميذ، في محاولة للانقلاب على المشهد السابق الذي سعت إليه جماعة الإخوان لبث فتنة كثيرة. وبالتالي إمكانيات المشاركة أو على الأقل الإعلان أن عدد التضحيات التي قدمتها القوات المسلحة في الحرب العالمية الأولى نبوءة جديدة فيما يتعلق بالحفاظ ولمسة تقدير وعرفان لهؤلاء لشهدائنا الأبرار. خلي حضرتك معايا عشان هنستعرض بعض الأخبار، بعض الصحف العربية والأجنبية هكذا في عجالة. عندنا نقرأ من موقع فلسطين أونلاين الإخباري، عباس يتهم حماس بارتكاب تفجيرات ضد فتح في غزة وحماس ترد أكاذيب. الموقع الإخباري نقل تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إطار خطابه لإحياء الذكرى العاشرة لوفاة الزعيم الفلسطيني الراحل، كان ذلك بالأمس. إيه رأي حضرتك في هذه يعني هذه المشكلة الجديدة التي أو حرب المنصات التي الآن أو الحرب التي شنها هكذا بكل وضوح الرئيس عباس على حركة حماس، متهما إياها بأن لا فرق بينها وبين إسرائيل؟ بالفعل من شاهد الرئيس محمود عباس بالأمس على شاشات التلفاز في أكثر من عاصمة عربية، رجل محمود عباس في رام الله عندما كان يلقي كلمات في احتفال بمناسبة الذكرى العاشرة لعرفات، عكست وجهة نظر كثير من بعض الفتحويين وكثير من الشعب الفلسطيني على تلك المسالك والأخطار التي تتجه إليها حماس حاليا بعد تفجيرات منزل 10 من قيادات حركة فتح في غزة يوم الجمعة والخميس الماضيين. حماس انكشفت تماما واستطاعت توجه رسالة للمجتمع الفلسطيني والمجتمع العربي أن المصالحة أو وثيقة التفاهم التي تم الاتفاق عليها في 26 سبتمبر في القاهرة قد نسفتها حماس وقعت عليها تماما، وبالتالي المصالحة الفلسطينية أصبحت وراء ظهر الجميع، لن يعد لها مكان ولا يمكن بأي حال من الأحوال الرهان عليها في المرحلة القادمة لإعادة وحدة ولحمة الصف الفلسطيني.
حماس كشفت عن وجهها الحقيقي عندما تعرضت لمأساة أو مأزق أو ضغوط دولية عربية لجأت إلى تقديم تنازلات، وفي اللحظة التي تخرج فيها من هذا المأزق تعود مرة ثانية لتكشف عن وجهها الحقيقي في ضرب الوحدة والاستقرار. في نسف العملية التوافق الفلسطيني في العمق، يعني تفجير منازل التابعة ل يعني رموز رموز، يعني كان هذا ليس هناك أبلغ، هناك يعني ابن مارق لا نستطيع السيطرة عليه، وطبعا ما سيشغل كثيرا السلطات المصرية في المستقبل للتعاطي مع هكذا أزمة، برغم أن مصر بتمارس الشقيقة الكبرى وتتجاوز حتى عن حقوقها في بعض الأحيان عشان لم الشأن أو الشعب يعني شؤون الشعب الفلسطيني اللي هي أولوية من أولويات الدولة. إلى موقع آخر أعذرني، الشرق القطرية بتكتب تميم بن حمد أمير قطر علاج الإرهاب في سوريا ليس بالقصف الجوي ولكن بالتخلص من عنف الأسد. أمير دولة قطر تميم بن حمد هاجم النظام السوري خلال افتتاح دورة الانعقاد 43 لمجلس الشورى القطري. طبعا أنا أجتز المقال، لكن يبدو أن هذه هي الرسالة الأساسية في هذا المقال. رأي حضرتك إيه؟ يعني هل هي فعلا الحرب هنا هي حرب من أجل فقط إسقاط بشار الأسد؟ أمر مثير للدهشة. قطر هي التي ولدت كثير من أعمال العنف في سوريا وفي كثير من العواصم العربية، هي التي غزت كثير من بعض التأجيج والفتن في أكثر من عاصمة عربية. يحيلك إلى حالة الانسجام والتنمية التي كانت في العلاقة حتى 3 سنوات أو 2 فقط بين سوريا وقطر، وكانت قطر تضع نفسها في محور الممانعة فيما يقال بالممانعة وأيضا المقاومة. الآن قطر انقلبت على نظام بشار الأسد في العوام 3 والعامين الماضيين تحديدا، استطاعت تلعب دور مع تركيا في توفير كثير من بعض طوابير العابرين فيما يتعلق ببعض الإرهابيين من ناحية جبهة النصرة وأحرار الشام وداعش حاليا. كل هؤلاء تم تجنيدهم وجلبهم من أكثر من عاصمة عبر بوابة مرور القطرية التركية تحديدا على الحدود السورية التركية بأموال قطرية، وبالتالي تركيا الآن تلعب دور ثنائي مع قطر في تفجير الأوضاع في سوريا على مدار 3 أعوام الماضية. لا يحق لقطر أن تتحدث عن الوطنية وعن القومية العربية. لا، ويبدو أن خلاص الهدف من التحالف بان، هو المسألة هي تقسيم سوريا والإطاحة ببشار الأسد. بشكر حضرتك أستاذ أشرف العشي على هذا الكلام يعني الذي أجاب عن كثير من تساؤلاتنا، وشكرا لحضرتك دائما على وجودك في هذا البرنامج أستاذ أشرف العشري الكاتب الصحفي الكبير ومدير تحرير الأهرام. إلى قضايا أخرى، إلى الشأن العربي. قال راديو إسرائيل يوم الاثنين أن امرأة إسرائيلية هاجرت إلى إسرائيل وخدمت بالجيش انضمت إلى المسلحين الأكراد الذين يقاتلون تنظيم أو ما يسمى بالتنظيم يعني داعش. وفي تعقيب مقتضب قالت وزارة الخارجية الكندية، نحن على علم بتقارير بأن فردا كنديا انضم إلى قوات كردية، وذكر تقرير راديو إسرائيل وهو الأهم الذي عرف المرأة بأنها من سكان تل أبيب وتبلغ من العمر 31 عاما، أنها اتصلت بمقاتلين أكراد عبر الإنترنت قبل أن تسافر عن طريق العراق لتلتقي هناك القيادات وتتدرب أيضا في أحد المعسكرات على الحدود السورية. رأينا أن إسرائيل وراديو إسرائيل الذين تعسفوا كثيرا مع بعض العرب الإسرائيليين عندما أرادوا فقط يعني المشاركة في إسقاط نظام الأسد في سوريا، ونتعجب من هذا الموقف السلس الهادئ من هذه السيدة التي ذهبت لتقاتل داعش. ما يسألنا أو ما يطرح تساؤلات عن علاقة إسرائيل بالأكراد، وأسأل الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سعيد اللوندي الكاتب الصحفي بالأهرام والمحلل السياسي وطبعا رئيس تحرير الأهرام الدبلوماسي، لكن يبدو أننا يعني هو ليس معنا على الخط بعد. طبعا في هذا السياق نقول بأن بحسب المعلومات التي وردت، يعني تقول هذه السيدة التي لم نعرف هي خدمت في الجيش الإسرائيلي، ونعرف التحفظات الشديدة للجيش الإسرائيلي فيما يخص قضايا الأمن، يعني عندما تذهب هكذا وتعمل وتقول هذه السيدة
إنه شعب طيب ومحب للحياة تماما. وعندما تطلع تصريحات من راديو إسرائيل وتقول بأن هذه المنطقة الأكراد تعتبر منطقة عازلة بيننا وبين العدو، يجب أن نتوقف بشدة عند مثل هكذا تصريحات. إذن نحن أمام سابقة، هل تدل على أن إسرائيل تقف خلف هي اللاعب الرئيس الذي يستخدم الولايات المتحدة وأجهزة الاستخبارات التي نعلمها وتركيا وقطر وكل هؤلاء والأزلام المعلنين منهم والمخفيين فقط من أجل تقسيم المنطقة؟ هذا هو السؤال الرئيسي. كما قال أحد الفلاسفة، إذا أردت أن تعرف الحقيقة ابحث عن المستفيد. في هذه الواقعة نتذكر بشدة الموقف الذي كان في السودان عندما لويس أوكومبو المدعي العام الذي أقام الدنيا ولم يقعدها من أجل أن يكون هناك اتهام لعمر البشير الرئيس السوداني بجرائم ضد الإنسانية، كانت على خلفية أن هناك مشكلات وجرائم حرب في دارفور. ثم ما لبثت أن قسمت السودان بعد الاستفتاء إلى جنوب وشمال وهدأت الأوضاع، ولم نستمع أبداً إلى لويس أوكومبو إلا في المناسبات. نحن إذن هل نحن أمام مثل هذا السيناريو؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يجيب عنه طبعاً المحللين، والأيام المقبلة هي الكفيلة بالإجابة طبعاً أعطاء الرأي. لست أعلم إذا كان الدكتور سعيد اللوندي معنا التليفون. طيب، إلى الشأن الدولي. هذه المرة هو خبر سياسي بامتياز، لكن يتماس شديدا مع السينما. يلعب الممثل جوزيف جوردون ليفيت دور إدوارد سنودن في الفيلم الذي يخرجه المخرج الأمريكي الكبير أوليفر ستون، والذي تدور قصته عن الموظف السابق سنودن بوكالة الأمن القومي الأمريكية، طبعا المعروف بكشفه عن برامج المراقبة الواسعة النطاق للحكومة الأمريكية، وكذلك التجسس على الرؤساء والزعماء الأوروبيين، ده غير التجسس في الشرق الأوسط وغير برنامج التجسس حتى على المواطنين داخل الولايات المتحدة. كتب ستون الذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل طبعا مخرج مرتين، أحدهما عن فيلم بلاتون والأخرى عن فيلم بورن الذي طبعا نال شهرة كبرى. الفيلم بناء على هذه المرة الفيلم سيكون بناء عن ملفات سنودن في قصة لأبرز الرجال المطلوبين بالعالم. أرجع فقط في هذا الموضوع لكي أقول سنودن هو من فضح طبعا من سرب أسرار الولايات المتحدة الأمن القومي، لكن سنودن أيضا هو ذلك الشخص الغير مفهوم الغير معروف. كانت هناك مخرجة أمريكية أخرى كانت في بداية أو آخر الشهر الماضي كانت قد قدمت لنا فيلم وثائقي عن إدوارد سنودن. من هو إدوارد سنودن بحسب ما تراه هذه المخرجة في كتاب اسمه سيتيزن فور، يعني المواطن من الدرجة الرابعة، وهي هنا أخذت الاسم من الإيميلز اللي كان بيبعتها لها هو شخصيا تحت مسمى مواطن من الدرجة الرابعة. نحن نتذكر أن إدوارد سنودن الذي ذهب من هاواي إلى هونغ كونغ ثم إلى موسكو، هو حاليا يعني موجود في الأراضي الروسية. هذا الشخص يذكرنا أيضا بشخص آخر غامض لم نعرف عنه شيئا، وهو عراب وثائق ويكيليكس، وهو جوليان أسانج. لكن في الحقيقة طبعا أوليفر ستون مخرج كبير، السينمائيين في الولايات المتحدة في أكبر غرفة لصناعة السينما هم دائما مهووسون بفكرة جيمس بوند والجوسسة وهذه القضايا. يبدو أن هذه المرة ستكون السينما من مجرد اختلاق شخصيات كجيمس بوند ستنتقل إلى بلان بي، وهو إحاكة أفلام عن قصص واقعية في الحقيقة هي تفوق الخيال، مثل قصة جوليان أسانج وأيضا إدوارد سنودن. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هو من يقف وراء جوليان أسانج ومن يقف وراء إدوارد سنودن؟ وإذا ما رجعت إلى الحكمة التي أشرت إليها أنا منذ قليل، إذا أردت أن تعرف الحقيقة فابحث عن صاحب المصلحة. سأترك
الموضوع هنا معلقا وسأترك الحقيقة سؤالا. إلى الخبر الخفيف هكذا في عجالة لأنه خبر مثير، وهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أثار الانتباه أثناء اللقاء المنعقد على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، عندما وضع معطفا على كتف السيدة الأولى بالصين. طبعا الوسائل الإعلام الغربية في الحقيقة مارست كل أنواع يعني الاستهتار والاستنكار والتشويه لفلاديمير بوتين. عندما كتبت النوفل أوبسيرفاتور وهي مجلة محترمة، عندما تقول إن بوتين يعاكس زوجة رئيس الصين على خلفية المشكلات الكبرى ومحاولة طبعا التشويه روسيا على خلفية المسألة الأوكرانية، لكن كان هناك نقطة لافتة قبل أن نقلب هذه الصفحة، وهي عندما الاستقبال الذي استقبله الرئيس الصيني لكلا الرئيسين سواء بوتين أو باراك أوباما، ورأينا باراك أوباما هكذا يبتسم وهو يلبس الزي الرسمي الصيني بالكول، الكولا اللي هي بتاعت ماو تسي تونغ اللي احنا عارفينها، وكان لونه عبارة عن أحمر داكن. كان يبدو أوباما فعلا غريب الشكل تماما تماما، ونتذكر بشدة منذ بضعة أسابيع عندما لبس فقط كرافتة زرقاء وقامت وسائل الاتصال الاجتماعي الموجودة في الولايات المتحدة واستنكرت أن يكون ربطة أو يقت العنق هكذا أو ربطة العنق بهذا اللون. فماذا إذا ما رأوه وهو يتهدى هكذا باللباس أو الزي الرسمي الصيني؟ طبعا هناك رسائل كبرى يبعثها عندما يقول، عندما نرى ذلك يغازل بشدة الصين. الصين طبعا القوة الاقتصادية الواعدة، وربما ستكون هي القطب الآخر الذي من شأنه أن يحرج الولايات المتحدة كثيرا. أهلا بكم معنا إلى مساحة حرة. طبعا تابعنا بالأمس وذكرت صحف عربية أن الرياض تقوم بتحضير لاستضافة قمة قادة مجلس التعاون الخليجي نهاية الشهر المقبل بدلا من الدوحة. قالت المصادر، مصادر خليجية في الرياض، أن تأجيل اجتماع وزراء الخارجية خارجية الدول طبعا مجلس التعاون الخليجي جاء بسبب عدم وفاء قطر بالتزاماتها، خاصة فيما يتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول ومنها طبعا مصر البحرين والإمارات. وكان هناك التشديد على الأولويات البحرين والإمارات باعتبار أن مصر يعني عدت هذه المرحلة ولم تنجح قطر وفشلت فشلا ذريعا حتى على خلفية ما رأيناه في مؤتمر في بالنسبة لقمة جنيف لحقوق الإنسان. وجدنا أنها يعني لم يكن حاولوا يعملوا غوغاء الإخوان الإرهابيين والتنظيم الدولي، لكن لم يسمع لهم صوتا إلا في بعض منصات زي البي بي سي مثلا وبعض الأماكن هنا وهناك، حيث كانوا يحاولون أن يقودوا مجهود الدولة المصرية، لكن كانوا بالقامة، يعني القامة أصبحت هزيلة إلى درجة أننا لا نراها، يعني بعد شوية بعد البرلمان إن شاء الله مش هنشوفهم خالص. رجوعاً إلى الموضوع والقضية، أوضحت هذه المصادر الصحفية أن هناك اقتراحات بأن تستضيف إذن العاصمة الرياض دولة المقر القمة الخليجية المقبلة بعد تلويح البحرين والإمارات بالغياب عن المؤتمر حال عقده بقطر، مطالبة قطر بإدخال تغييرات جذرية على سياستها الخارجية بشأن القضايا الإقليمية فيما في ذلك طريقة تعاملها مع الوضع الإقليمي وتغطية قناة الجزيرة الأحداث. نتوقف هنا لحظة لنقول بأن طبعا المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تمتعوا بكثير من الحلم، ويعني حاولوا أن يكون هناك محاولة إصلاح ذات البين باعتبار أنهم لا يريدون اللجوء إلى تصعيد مزيد من التصعيد في الملف مع قطر. قدموا لها ملحوظات وأخذوا منها تعهدات وتدخلت وساطات، وهنا أشير إلى الوساطة الكويتية وأيضا يتهيألي كان على المستوى أيضا عمان، لكن أعطى تميم هذه التعهدات ثم ما فتئ وما لبث إن هو طبعا استمر في تمويل الإرهاب في ليبيا وفي سوريا حتى في لبنان. يعني عندما يقال أن هناك وساطة قطرية
في تدخل في حالة مشكلة النصرة ما بين النصرة وخطف الجنود اللبنانيين لمحاولة التدخل في محاولة التدخل في الشأن اللبناني والزج به أيضا في مستنقع دائرة الإرهاب والساخنة. نرى بأننا أمام قطر التي لم تبرأ ويبدو أنها لن تبرأ. لما شفنا أن هم رجعوا قيادات الإخوان الإرهابية تاني إلى معاقلهم سالمين في الدوحة، وبعض هؤلاء قالوا بتصريحات هكذا تشدقوا بها بأنهم يعني كانوا في نزهة ولم يتم الضغط عليهم للسفر في أي مكان من الأماكن. فإذا نحن هنا أمام مشكلة ستواجهها إذا قطر. قطر والملف الإرهاب في ليبيا هو الأبرز، الملف أيضا الإرهاب في العراق وتورطها في كل القضايا هكذا. ويعني أصبحت النهاردة اللعب على المكشوف، لم يصبح هناك لدينا أي نوع من أنواع يعني ليس لها أي نوع من أنواع الحياء، ما فيش حمرة الحياء خلاص. إلى أي مدى هل نحن هنا تنتقل الأزمة داخل مجلس التعاون الخليجي من المرحلة ألف إلى المرحلة باء؟ هذه المرحلة باء هل التساؤلات هنا ستكون، هل سيتم أخذ يعني معاقبة هذه المرة قطر بطريقة عملية؟ لدينا إذن التعقيب من السفير فتحي الشاذلي مساعد وزير الداخلية الأسبق حول هذه القضية. صباح الخير سعادة السفير. صباح الخير يا ستي. مساعد وزير الخارجية مش الداخلية. مساعد وزير أعذرنا النهاردة، يعني عندنا الأمور يبدو أنني أنا المحلل الأوحد في بعض الأحيان، فأنا أستمع إلى بعض الأخبار بتجيني كده ربما مغلوطة. عموما نعتذر من حضرتك. سعادة السفير، هل نحن أمام تصعيد خطير قد يوم بوجود مشاكل قد تؤدي إلى أخذ يعني هذه المنظمة تدابير إلى إقصاء قطر من مجلس التعاون الخليجي؟ هو واضح تماما أن الدلالة الرئيسية لقرار سائر دول مجلس التعاون الخليجي بتغيير محل انعقاد القمة هو ببساطة أنه هذه الدول ترى أن قطر لم تفي بما بالمشروطيات التي وضعها المجلس والمطالب التي كان أولها الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للأعضاء. فواضح أنه في مشكلة حقيقية، وأن تغيير مكان انعقاد القمة قد يكون بداية لسلسلة أخرى من الإجراءات تتخذها سائر دول مجلس التعاون الخليجي ضد قطر. يعني هل قطر مستعدة لأن يعني من أجل المصالح التي تخدمها والدول والأجهزة الاستخباراتية التي تعمل لديها أن تجازف حتى بعلاقتها داخل مجلس التعاون الخليجي؟ أنا أتصور أن هذا القرار قطعا سبقته اتصالات، وبالتالي أفترض أن قطر على بينة بما سيحدث، وبالتالي يبدو أنها اختارت أن تتخذ هذا الطريق الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تجميد عضويتها أو طردها من مجلس التعاون الخليجي. ماذا سيترتب عن ذلك؟ يعني إذا رأيت أن هذا نوع من أنواع العقوبات، ماذا قد يترتب عنه على المستوى العملي الاقتصادي مثلا؟ هناك تكامل اقتصادي، هناك علاقات، هناك أشياء كثيرة. في منظومة كاملة نشأت عبر سنوات طويلة منذ أن وجد هذا الكيان أيام الحرب العراقية الإيرانية حتى الآن، هناك منظومة متكاملة من الاتفاقيات في كل مجالات الحياة. ببساطة لو اتخذ قرار تجميد عضوية قطر في هذه الاتفاقيات، أتصور أنه الحياة في قطر خصوصا لو من ناحية جغرافية قطر عبارة عن نطوق أرضي داخل المملكة العربية السعودية، وبالتالي إذا تقرر مثلا أن التجارة الوافدة إلى قطر
لا تتمتع بما كانت تتمتع به من تشكيلات من قبل. الحياة داخل قفص لن تعود كما كانت. يعني حضرتك بتلوح هنا أنه سيكون عقوبات بامتياز اقتصادية بامتياز. هل هذا هل هذا سيضر بالمصالح القطرية؟ وهل قطر أصلا يعني تعي أو تهتم لأنها إذا أقدمت على هذه المجازفة فإذا هناك لديها البدائل؟ ما هي بدائل قطر؟ ما فيش بدائل. يعني ما هي البدائل للوصول برا إلى سائر مجلس إلى سائر دول مجلس التعاون الخليجي عبر المملكة العربية السعودية؟ إذا قررت السعودية منع الشاحنات القطرية تستطيع السعودية أن تصرف حصارا إذا اقتضى الأمر على قطر حصارا بريا بمجرد قرار من السلطات المحلية. فأنا ظني من قراءتي لجغرافيا هذه المنطقة وتاريخ أيضا تاريخ قطر نفسه، يعني أنت في كل مرة كان يحدث تغيير في السلطة في الدوحة كان هذا بتراضي وتوافق مع الرغبات السعودية. فأنا ظني أنه إيقاع هذا القرار وتداعياته المستقبلية إذا خصوصا إذا استمر الموقف القطري على الدوحة سيكون إيقاعا. هناك فرضية سعادة السفير، فرضية العزل، يعني تم هكذا في بعض التحليلات السياسية يعني دولية حتى أو إقليمية يتحدثون عن عزل قطر. ماذا سيكون يعني ما هي المترتبات الدبلوماسية أو السياسية والاقتصادية على فكرة العزل؟ يعني تحدثت عن الاقتصادية ويبدو أنهم لا يعبؤون بهذه القضية، لكن بالنسبة للعزل السياسي هنا طبعا هو النفوذ المملكة العربية السعودية ومكانة دولة كالإمارات أو السويد أو حتى سلطنة عمان، لأن سلطنة عمان كانت دائما لها من منظور استراتيجي أن صحراء الربع الخالي ورا منها بتعملها نوع من العازل عن سائر الدول شبه الجزيرة العربية. إنما أنا بقول أن نفوذ هذه الدول على المستوى الدولي لا يمكن أن يوازنوا ما يمكن أن تفعله قطر وأي استثمار مالي لهذا. لا أنا بتكلم هنا على العزل السياسي، ما هي مترتبات العزل السياسي على مستوى إذا ما قررت المملكة وأيضا مجلس التعاون الخليجي عزل قطر؟ أنا أظن أنه الحلفاء الرئيسيين أو الشركاء الرئيسيين لدولة السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي لا يمكن أن يقارنوا هذه الكتلة من الدول الخليجية بمصالحهم مع قطر. أظن أنه حيكون في مفاضلة إيلام كبير لقطر ووجع لها من ناحية سياسية، فربما يكون هذا بداية إعادة العقل للقيادة السياسية في الدوحة اللي انتشرت سياسيا بشكل قطعا يجاوز. دعني أذكرك سعادة السفير بيعني أحد التسريبات التي رأيناها والتي كانت في الحقيقة يعني مذهلة، عندما رأينا أمير قطر اللي هو والد الأمير المزمع ذكره الآن عندما تحدث مع الراحل معمر القذافي في حوار هكذا على التليفون سري طبعا ونشر هذا الحوار. الحوار كان للإطاحة بالمملكة السعودية وب الأسرة الحاكمة السعودية، يعني بهذا العمق التاريخي المؤامرات يعني. بالضبط، يعني نحن نتحدث عن رصيد تراكمي، يعني النهاردة إذا نحن أمام، هل نحن أمام سيناريو فاصل في العلاقات؟ أيوة طبعا، يعني هو الدول الخليجية عادة تتبع أسلوب الدبلوماسية الهادئة واعتبار أن الأسرة الخليجية ما يحدث فيها هو من يجب أن يظل داخلها. إنما عندما يصبح هذا القرار علني بهذه الكيفية هو مؤشر على أنه خلاص الصبر انتهى وساعة الحساب حلت. حلوة دي سيادة السفير، ساعة الحساب حلت أو لحظة أيوة. الحقيقة خلاص وفرص التصعيد لا نهاية لها. وأنا على الحياة متصارع. إذن هل هم سيستطيعون بالنيابة عن الإقليم الذي يقع تحت
صفيح أو على صفيح ساخن أن يقطعوا تلك الأذرع، أذرع قطر في هذه، هل هم يستطيعون قطع هذه الأزلاء يعني هذه الأذرع لهذا الأخطبوط الصغير الذي يعتقد نفسه أنه كبير لكنه ليس في حجم إلا ذلك الأخطبوط الصغير الذي ليس بينه وبين الأخطبوط إلا الشكل فقط في القوائم، هل سيستطيعون تقويمه؟ يعني أنت منطقة الخليج بتحيط بها ملفات ومناطق مليئة بالغليان، يكفي اقتراب داعش من هذه المنطقة، وضع البترول على مستوى الطاقة، الوضع في سوريا، الوضع في العراق، كل هذه الملفات الساخنة جدا هي بفعل قطري، يعني هي بتورط قطري، هذا المعلن يعني وما خفي كان أعظم. وفي اليمن في اليمن خذي اليمن كمثال، ولأنها هي منطقة تخرج فيها الإرادة القطرية عن اتفاق سائر دول مجلس التعاون الخليجي. تقصد عن اتفاق الطائف أيضا يعني الذي لم تلتزم به وعصفت به أيضا. طبعا فأنا بديك ده مثال واحد عن القلاقل التي تحدث في دول تبدو بعيدة عن قطر نتيجة المال القطري ووجهات النظر السياسية التي تتبناها الأسرة الحاكمة في قطر. أنا أظن أنه كل هذه الملفات والتورطات القطرية في اليمن في شرق أفريقيا إلى آخره أنا أوان إيقافها تسامح بقى سيادة السفير. إذا إيقافها ربما يكون إذانا بوجود حل ليس أقول سلمي لكن أقول سياسي في المنطقة بدءا من سوريا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على تشريفك هذا البرنامج سيادة السفير، وكما يقول المثل الغربي هذه ليست فقط لحظة الحقيقة لقطر لكن لحظة قضاء الربع الساعة الصعب، يعني حضرتك تحدثت عن الألم يبدو أنها ستواجه الآن يعني كثير من الآلام. بشكر سعادة السفير فتحي الذكري مساعد وزير الخارجية السابق، وسيدتي وسادتي أشكركم على حسن المتابعة، كنا مع بعض يعني بنشرب القهوة وبنستعرض أبرز ملفات، ونلقاكم إن شاء الله على كل خير غدا، إلى اللقاء.